بص، الآن وكل أوان إلى ظهر الظهور، أمين. الحقيقة النهاردة موضوع اجتماع الخدمة يعني اجتماع مهم جدا في إن إحنا يعني محتاجين إن إحنا نتكلم عن إزاي ندخل إلى العمق، كيف ندخل إلى العمق. من ضمن الحاجات اللي بيها ندخل إلى العمق، الحاجات الأساسية هي حضور القداس الإلهي. طبعا إحنا عشنا في الكنيسة كتير، وكان النماذج الرهبانية والنسك الرهباني والخلوات كل قراياتنا وكل يعني مصادرنا بستان الرهبان، وكانت أقوال الأقبال شحيحة في العهود اللي فاتت، يعني من بعد القرن السادس كده وما بعد ذلك، فكانت يعني وقبل القرن السادس كمان كانت في زي ما سمعنا النهارده اضطهادات وضيقات على الكنيسة. ويمكن النهارده سمعنا إن كان في بس قبل دخول العرب مصر كان في واحد قسيس قبطي اسمه الأنبا أغاسون، أبونا أغاسون، وكان بيشتغل لابس نجار ومتخفي من الناس البيزنطيين اللي هي تبع مجمع خلق دنيا، واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده، واللي هم كانوا مسيطرين على كل حاجة، واخدين الولاية على مصر، واخدين كمان السلطة الكنسية والكنائس. فكان تخوفهم من الاضطهاد، كان بيمشي على طول يعمل اناديس في البيوت، يخش كنجار عشان يعمل قداس في البيت. ده النهارده في السنكسار تاريخ موثق يعني. فمرينا بايام صعبه، وبعد كده دخلنا في اللغه العربيه طبعا، والانقطاع ما فيش الصله بال اليونانية، الآباء كتبوا باليوناني، وأنبا شنودة رئيس متوحي كتب بالقبطي، لكن الصلات دي بالآباء قلت بالقراءات وأقوال الآباء. فبقى المصدر الوحيد عندنا هو ما يسمى ب إيه؟ ما يسمى بالحقيقة، يعني ما يسمى بنعمة ربنا اللي هو الحياة النسكية خارج القداس. خارج القداس يعني بقى القداس بالنسبة لنا طبعا كان أداة الكنيسة، كان يوم الحد بس، وكانت الآباء النساك اسمعي كان الآباء النساك يحبوا يحضروا قداس الحد البرية. وبعدين بقى كانت النتيجة ان احنا دخلنا مش قادرين نخش للعمق قوي، فكانت النتيجة ان احنا جه بقى الوقت ان نفهم ازاي نخش للعمق من خلال القداس. وحقيقة العصر ابتدى من بابا كيرلس السادس، أكثر الأناديس اليومية وأبونا بشير كامل، وبدأت بقى نهضة من خلال القداس الإلهي. الحقيقة النهضة من خلال القداس الإلهي عايزة تدريب، يعني أساس الصلوات العمق اللي كنا عارفينه هو الصلوات الإجبية، والقداس كان جه له جانب يعني، لكن جه دلوقتي القداس كامل بما فيه صلوات الإجبية. طبعا دلوقتي بقى هو ده الطريق العمق، يعني لو عايز تتعمق عيش في القداس الإلهي، وبقدر إمكانك كخادم تحضر أكتر من مرة في القداس في الأسبوع أو مرتين، وما كانش وتعيش في القداس ده تعرف إزاي تعيش في القداس.
فطبعا الموضوع النهارده عن كيف نحيا القداس، كيف نحيا القداس، كيف يصير القداس ده منهج حياتنا، لان هو دي الوسيله اللي ربنا حاططها لنا والميسره للعمق. بجار طبعا الخلوات والحاجات اللي قلنا عليها المسكيات دي طبعا جانب برضو ضروري، ولكن الجزء الأساسي دلوقتي بالنسبة لحياتنا المعاصرة هو القداس الإلهي وشركة التنامل. ده موضوع الليلة، وحناخد عشان الكلام يبقى عملي نموذج عملي للقداس، نموذج عملي للقداس. هناخد إنجيل الحد الثاني من شهر بابا اللي هو الحد اللي فات على طول، ونحطه كنموذج ازاي انت تصلي القداس، ازاي انت تصلي القداس، ازاي تعيشي في القداس. وده عشان نوصله لغيرنا، ويبقى موضوع الخدمة النهاردة عنوانه كيف ندخل العمق وكيف نعيش القداس الالهي من خلال الكنيسة. ده الموضوع بتاع النهاردة. هنبقى نبعت لحضراتكم ورقة طبعا بالموضوع ده. طبعا انجيل يعني احنا برضو من ضمن الحاجات ده المبدأ الاول، يعني كيف ندخل العمق للقداس الالهي. تلاحظوا ان كلمة ادخل العمق دي انجيل القداس، دي انجاز الحد اللي فات، ادخل العمق والقي الشباك للصيد، ده انجيل الحد اللي فات. ودي نقطة مهمة قوي، ان احنا عاوزين نخش القداس يبقى في جزئين، جزء قداس اسمه الموعظين اللي فيه الانجيل ده، وجزء القداس الايه السري الوصفي اللي ينتهي بالتناول. وده جزء وده جزء، يعني حتى الاباء رتبهم زمان عشان الموعظين كانوا مرتبين ده جزء وده جزء. اول ما ابونا يفتح يشيل الفوسفارين خلاص بقى ايه الاسرار بتبقى مش متغطيه معلنه، ويبقى معلنه للمؤمنين ويخرجوا الموعظين. دلوقتي ما فيش موعظين، لكن مهم جدا نعرف ان القداس وحده واحده، فلازم نبتدي يعني القداس بالانجيل زي ما شرحنا كده مثلا، ونمتد بالقرايات بتاع الكنيسه للقداس، ما يبقاش في فاصل. النهارده في محاوله ان احنا نربط الانجيل بتاع الحد اللي فات كنموذج يعني بالقداس، عشان كل واحد فينا اي قداس يحضره يبقى واقف القرايات يتامل فيها، ولما يخش القداس يقوم ايه يخش على اساس قرايات الكنيسه اللي قراها وحده واحده. الكلام ده يمكن اول مره يتقال، ويعني يعني لكن محتاجين ان احنا نقوله. طبعا يعني سمح ربنا احنا شوفنا ناس كانوا على طول بعد القداس نقعد معاهم يبتدوا يحكوا لنا الرابطه الجميله دي بين القداس والقرايات. احنا النهارده هنسلم حاجه يعني شفناها لينا بعضنا كخدام عشان نوصلها، وحناخد زي ما قلت دلوقتي ايه نموذج انجيل القداس. هناخد بقى ايات الانجيل كده ونربطها بالقداس اللي احنا حاضرينه. أول حاجة لما الإنجيل بتاع القداس أول كلمة إن كان المسيح بيعلم الجموع ويشفي المرضى، فأنت لما تقف في القداس أنت بتسمع المسيح بيتكلم. طبعا بيتكلم فين؟ في القرايات، وكل القرايات اللي بتسمعها انت بتسمع صوت المسيح. طيب البولس بتسمع صوت المسيح في بولس الرسول، الكاثوليكون بطرس يعقوب يوحنا بتسمع صوت المسيح ذو المجد في الرسل دول.
السنكسار بتسمع صوت المسيح وعمل المسيح ليك من خلال الشهداء ومن خلال القديسين المساك. فإذن هنا أنت الجزء الأولاني قداس بتسمع فيه صوت المسيح وبتعمل به. إذن هنا يعني بنعرف أن إحنا مع المسيح بنسمع صوت. طب إيه ارتباط الكلام ده بإنجيل القداس؟ إن المسيح كان بيعلم الجموع من السفينة وكان بيكلم من واقف على الشاطئ، لسه ما كانش ركب السفينة، واقف بيسمع قاعد يتكلم، وأي واحد يبقى عنده إيمان كده يشفى يقوم يجي المسيح يقوم يحط إيده عليه يبرأ الحال، ومن غير ما يعمل شوشرة يشاور له المسيح كده إنه يهدى ويتمتع بالشفاء وكده بينه وبين نفسه على قدر استطاعته ويكمل المسيح تعليمه. فأنت مفروض هنا لما تخش في القداس برضو تسمع صوت المسيح زي ما قلت، تسمع صوته في القرايات وتحس بقوة شفاء حقيقية، شفاء حقيقي كده جواك من راحة وشفاء. يعني واحد كلمني من خادم كان عنده روح قوية جدا، كان ماسك أمين الخدمة عندنا، فبكلمه من قيمة عدة أيام عن القداس، فقال لي الكلام ده، قال لي أنا قاعد أسمع بولس المسيح بيكلمني وقلبي بيتحرك ومخي بيستنير بمعارف، كأني في يعني شبع روحي متجدد. فأنت ده أول حاجة، يعني إيه سماع صوت الرب واللي هو قوة تعمل فيه. طب ده يمثل إيه في الإنجيل بقى بتاع النهاردة؟ إنجيل الحد كان المسيح بيتكلم وكلامه قوة، وكان بطرس، هناخد بطرس عشان يمثل علاقة شخصية، قاعد ينظف الشباك، قاعد ينظف الشباك بتاعته. لأ وطبعا هو بينظف الشباك كان فيه نوع من الحسرة لأنه ما اصطادش طبعا طول الليل حاجة، لكن كلام الله كان بينعشه. ينظف الشباك كده ويفتكر الليلة اللي فاتت اللي هي يعني ما فيهاش مكسب، والتعب اللي بذلوه عشان أكتر وأكتر ما جابوش. فهو لكن كلمة الله اللي كان بيسمعها وقوة الشفاء دخلت جوه قلبه، فابتدى يتعزى وابتدى يتقوى وابتدى يعني ينزع من قلبه المرارة، لأن كلام ربنا بيعوض الواحد عن كل شيء وعن فقدان كل شيء أو خسارة. يبقى هنا ديت يعني البداية، سماع صوت المسيح في القداس من خلال الكلمة بتاعته في القرايات الأول. بعد ما هو ما جيب المسيح بصله كده ولقى أن إيمانه يعني زاد أو نمى، والتعزية مست قلبه لأنه فتح قلبه في الشدة بتاعته للمسيح، ابتدى الخطوة الثانية، قال له إيه؟ ادخل ارجع بالسفينة بتاعتك عن الشاطئ. طبعا الوضع الطبيعي إن بطرس يركب المركب ويروح بقى لمكان تاني بالمركب زي هو معتادين، يركب المسيح بس. فهو ابتدى يركب المسيح، يركب المركب معاهم، وهنا تبارك اسمك يا رب كانت فرصة ذهبية أن يعيش في المسيح بموقف تاني، انه قاعد مع المركب، هو مش عارف ليه قاعد بعيد عن الشط مع المسيح وواقف مستني المسيح، لكن ايه شعوره ان في حاجة جديدة
تغير. ده يعني بعد كده بقى المسيح ابتدى يتكلم كلام جيد جدا للمؤمنين، وابتدى يعلمهم، وهم ابتدوا بقى ايه يسمعوا الكلام. وأول ما ابتدوا يسمعوا الكلام على طول انتعشوا، وزي ما بطرس انتعش كده في الكلام قبل كده. هنا ده بيشير بقى لحتة تانية مهمة، إن الحياة مع المسيح فيها تغيرات، والقراية والدخول للعمق مع المسيح فيه جديد. يعني واحد يقول لك أنا القداس كل يوم بحضره زي ما هو مكرر، لا ده كل قداس فيه تعزية، وفيه زي ما قلت لو حتى بدينا بالإنجيل هنلاقي إنجيل متميز بمعاني جديدة وأفكار روحية ومشاعر جديدة لو بدينا بالإنجيل. فبعد عن الوضع التقليدي ده في تعبير عن أنه هو دخل قداس كل يوم بقى فيه في القداس معاني جديدة، مفيش ملل، مفيش إحساس بأن هو بياخد مش واخد جديد من ربنا امبارح زي النهاردة، لا اليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول، واليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوب. هنا الخطوة اللي بعد كده، يبقى احنا قلنا حاجتين، ارتباط القداس بالإنجيل، والإنجيل بقى قال له ايه يا بطرس؟ ادخل الى العمق، ادخل الى العمق والقي الشباك للصيد. الاول ادخل العمق، اول ما الواحد بيدخل القداس، هنا بقى ده السؤال فين هو بقى؟ احنا خلصنا قداس الموعوظين وعرفنا التفاعل مع كلمة ربنا وتفاعل حقيقي، وسمعنا صوته. فسمعنا صوته، وصوته بقى مرتبط ببخور ودورات وإضاءة شموع، ويعني تلاوة بألحان جميلة. كل ده بيثبت بيوري ازاي احنا بنخرج الى العمق، يعني بنخرج الى قداس الموعوظين، نخرج لتنظيف الشباك، ونخرج لسماع كلمة الله عمليا، وبنخرج عشان ناخد اكتر فاكتر بيت القداس بقى، هو ده بقى الاساس. فالحمد بنعمة ربنا يعني ادخل العمق. هنا بقى خلصنا القداس، وابتدى بقى ايه ابو الكنيسة تقدمنا للمستوى الثالث بقى اللي هو العمق. احنا قلبنا منتعش بكلمة الله، متعزي وواجدين جديد في المعنى الروحي. وطبعا الكنيسة بتساعدنا عن طريق العظة، عظة القداس اللي مفروض يبقى تربط الكلمة بتاعت الله بالإنجيل. يعني لما بنوب عبده بداية النهضة في القداس، رجل مشهور قوي كان اسمه بنوب عبده، طلع كتاب يشرح فيها قرايات الكنيسة ويربطها بالقداس. بنوب عبده هو انتقل في عهد البابا شنودة الحقيقة، وكنت مع البابا شنودة يوم كان بنوب عبده الجزء الخامس، كان بعته لبابا شنودة، وكنت مع أبونا البابا شنودة بيقول لي أنا تأخرت على مراجعة الجزء الخامس للأخ بنوب عبده، مش ناسي يعني، كانت معاه في العربية وقال لي الكلام ده. فيعني هو في عصر البابا شنودة، كان أسقف طبعا بابا شنودة، كان بيكلمني هو أسقف مش لسه، لكن عموما يعني عمل أساس حلو قوي، إن هو كان يربط قراءة الكنيسة كلها
بالقداس. خمس أجزاء، وكل جزء يمثل يعني مرحلة من مراحل السنة القبطية. لكن هو عموما بعد كده بنخش قلنا لإيه القداس. أول حاجة سؤال بيسأله أبونا في القداس، أين هي قلوبكم؟ واحد يسأل يقول أين هي قلوبكم؟ أين هي قلوبكم بعد ما سمعتم ودخلتم القداس الأولاني، القداس الموعوظين، وتفاعلتم مع كلمة ربنا وفهمتوها، فتخش القداس بقى، يبقى قلبنا مع إيه؟ مع المسيح اللي هو ينبوع بالروح القدس، ينبوع الايه القداس الجزء الاولاني. خلاص بقى قلبنا هي عند الرب، كل كياننا كله في المسيح بكلامه وحضوره وعمله من خلال كلمه الله. فلما نسمع بقى ادخل الى العمق دي، معناها ان انتوا ابتدوا بقى القداس الالهي. وعشان كده بيرفع الابوسفارين. الابوسفارين ده اللي هو الغطاء اللي كان من غطي قداس الموعوظين اثناء الكلمه، لانكشاف بقى ايه الاسرار. ده العمق بقى في القداس الالهي. دخلنا مرحله جديده هنكشف ليها فيها اسرار الروح القدس. احنا دلوقتي بدينا بقى ايه، خلصنا القداس. يعني احنا النهارده عشان بس نتاكد، احنا محاوله ازاي يتربط القداس بكلمه الله، النموذج عملي. ادخل الى العمق والقوا الشباك للصيد. نيجي بقى بطرس الرسول قال له تعبنا الليل كله في بريطه القديمه، ومش يعني بالليل والدنيا نهار والصيد جنب الشواطئ في الصباح، لكن قال له ادخل العمق. فهنا بقى معناها ان احنا العمق معناه ايمان، والايمان ده هو يعني بيلغي كل المقاييس اللي عندنا. على كلماتك ألق الشبكة، يعني أنا ما عنديش كلماتك بس وحدك، ما عنديش حاجة من ذاتي. ودي ده يعني مرحلة مراحل الصليب، إن مع المسيح صلبت، يعني الواحد بيأخذ ذاته ومعارفه ومستقر عليه عشان يقدر يقبل يدخل في أسرار الله، يعني أسرار الإيمان. على كلماتك ألقي الشبكة. فلما رمى الشبكة بالإيمان، هنا بقى دي الحتة المهمة جدا اللي بنلاقيها في القداس. لما احنا بنثبت في كلمة الله، خش في مرحلة هي مرحلة طبعا على كلماتك ألقي الشبكة، دي مرحلة تانية غير المرحلة الأولى. ان احنا في قداس اسمه القداس الوصفي، بنبتدي بقى في القداس ده يشرح لنا عمل المسيح وحضوره في العالم، من تجسد وتأنس صلب قام صعد. فدي الكلمة بتاعته بقى بنعيشها عشان نعيشها ونتقابل مع حبه ده. فعلى كلماتك ألقي الشبكة. فلقوا بقى عمق كتير ولقوا صيد كتير والمركب ابتدت تغرق، وشاور المسألة من كتر السمك، والشباك بتعبير الشباك كانت تتخرق من كثرة السمك، وسمك كبير. هنا بقى ايه معناه؟ طبعا السمك عموما، او يعني نلخصه في كلمة سمكة، هي يمثل شخص المسيح يسوس، اللي هو حتى الاسم باليوناني زي ما قلنا قبل كده يسو كريستو ايو ثيو، يسوع المسيح ابن الله. كل الحروف باليوناني إيسو كريستو أيو ثيو أيو. فهنا دي بقى إيه كلها ديت كلمة المسيح. فالسمك هنا إشارة، شو بقى الربط بين القداس كلمة الإنجيل بتاع القداس والقداس نفسه. فالسمك هو يمثل المسيح. صحيح المسيح حاضر بمواهب مختلفة وهيئ لكل واحد طرق الخلاص، يبقى ده حاجة. والاسم في القداس بيقسم الكائن من غير ما يفصله جسد المسيح 12 قسم، إشارة للقدام والرسل
وأعضاء المسيح كلها. لكن هنا ده القداس الإلهي اللي هو بيعبر عن حضور المسيح بحاله بجوانا وعمله فينا وبالحقيقة. فلما يقول له بقى ألقي الشبكة على كلماتك فاصطاد سمك كثير، واقع بقى أنه جاء المسيح على المذبح وحيحل يعطي ذاته لنا. يبقى إذن هنا دي المرحلة اللي في القداس اللي فيها الصيد الكثير وامتلاء النفوس. طبعا كادت تتغرق، مش معناها غرقت، لا، الشبع الكامل بحضور المسيح ودخوله في قلوبنا. شوفوا بقى ازاي الربط لما تحضر قداس وتبقى رابط كأنك مع بطرس، بس داخل كأن لقاء المسيح مع بطرس هو لقاء أو بقية التلاميذ اللي معاه، كأنك لا ماشي معاهم وتاخد في القداس نفس العطايا بأعظم منها، لأن التاني كانت مقدمات. دلوقتي في الواقع تاخد المسيح ومش سمك كتير، انت بتاخد المسيح وبتاخد كل واحد فينا بقى في المسيح شاركا في المسيح. فالسمك كتير والسمر كتير والصيد كتير، وتشير للسفينة الأخرى. يعني في ناس كانوا بعاد عن الكنيسة تشاور ان هم يجوا كمان عشان ياخدوا حقهم في المسيح. الجزء ده بقى في حتتين في الكنيسة، على كلماتك ألقي الشبكة، في جزئين تعبيرين في الكنيسة. التعبير الأولاني نؤمن، والتعبير الثاني ننصت. الحاجتين دول بيتقالوا أثناء تحول القرابين أو إظهار وجه الله في القرابين وفي آخر القداس. نؤمن، والجزء الثاني بيقول إيه؟ انصتوا، ننصت. نؤمن يعني إيه؟ نثق. يعني نثق يعني إيه؟ زي ما قلنا من دلوقتي إن هو الواحد بيرفض أي معرفة أرضية، معرفة ذاتية، معرفة علمية في ذاتها، لأن الموقف دلوقتي فوق الإيه؟ فوق الإيمان، بالإيمان فوق العقل. والسلام اللي احنا هناخده سلام الله يفوق العقل نتيجة العطية اللي احنا بناخدها. فهنا دي بساعة موقف تحول القرابين، احنا روح القدس بيعمل فينا ويعمل في القرابين. فهنا بيبقى ايه؟ الإيمان، الثقة، ودخل فيها طبعا رفض ذاتنا أو مع شركة الصليب مع المسيح. الحتة الثانية ننصت يعني ايه؟ يعني نطيع، يعني خرافي تسمع صوتي، ما فيش اي اصوات تانية. تعالوا على صوت المسيح الحاضر دلوقتي واللي جاي في مخي دوشة افكار، لا، ده احنا عندنا حقيقة كلية وهو المسيح جاي على المذبح، والصيد واضح، والواحد السمكة المركب هتغرق من والشبكة هتتخرق، حاجة ملموسة، حاجة محسوسة قدامنا، جسد المسيح ودمه اللي هو حياتنا اللي نشبع بيه. يبقى مش بطرس بقى اصطاد سمك كتير، لا، احنا كلنا لما بنخش بقى في قداس القداس الأحد اللي ويمتد طبعا في حياتنا، بنصطاد، بنشوف الصيد الكتير في حضور المسيح فينا وامتلاكنا لحياة المسيح. على كلماتك ألقي الشبكة، نؤمن ونصدق. بعد كده بقى في يعني حاجات معينة هنقولها دلوقتي تهمنا. أول حاجة الوحدة في شخص المسيح. نبتدي إيه؟ إحنا خدنا نبتدي الوحدة ديت، نشعر بأن ودي حقيقة زي ما
بطرس والمركب بتاعته أشاروا إلى سفينة أخرى عشان تأتي. فنبتدي بقى بعد حضور المسيح إن إحنا نصلي إن إحنا نصلي بقى لأجل الآخرين، أجل الكنيسة، لأجل الأهوية، لأجل السماء، لأجل القرابين، الناس اللي قدمت القرابين، نصلي لأجل الناس اللي احتياج البشر كلهم للطعام حتى المادي والمياه، المية والزروع والعشب، حتى العشب ونبات الحقل، وخلاص الناس كلها من المسيح اللي احنا حاسين بيه وشعرين بيه. وطبعا حتى الأعداءنا كمان بيبقى فيه الصلاة لأجل خلاص الكل معانا. يبقى هو ده الجزء بتاع الايه، أشاروا إلى السفينة الأخرى عشان ييجوا معاهم وياخدوا من الصيد الكثير، وبإيمان إن ده إيمان إن الآخرين حيخدم، إيمان أن الآخرين حيشبعوا، إيمان أن الآخرين كل الذين هم يعني نراهم ونعرفهم بنؤمن أن ربنا حيديهم معانا في سر العظيم ده. إذن هنا دي المرحلة بتاعت إيه، أشاروا إلى سفينة الأخرى ولازم يجيبوها ويحطوا السمك عندهم، والتانية برضو أخرى تكاد تغرق من الشبع. دي طبعا في الآخر والناس بنقول صلوا لأجل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في الصلاة، يعني في ناس أوصونا أن نأمرهم بالصلاة نذكرهم، فدول هم برضو من ضمن الناس اللي نشاور لهم. هنا بعد كده بقى بعد كده المرحلة دي ادي احنا دخلنا في مرحلة قلنا مرحلة الإيمان، مرحلة الشركة. مرحلة الشركة بقى فيها جزء مهم جدا، والمنتقلين في السماء دول بقى لهم لو احنا المجمع. يبقى اذا هنا لو نلاحظ يعني ازاي نلاقي المجمع في الإنجيل بتاع معجزة صيد السمك، نلاقيها ببساطة كده إن المسيح دخلوا العمق وألقوا الشباك للصيد، لكن في حد بقى بيجمع بقدرة الله بس بيكلف أمين قدامه والملائكة يلموا بقى. فالملائكة دخلوا بقى لا يحدون مكان، يعني قصدي أقول هم بيخترقوا كل مكان، بيخترقوا كل مكان. عشان كده لما بيخترقوا كل مكان بيلموا بقى السمك ويحطوه عن تحت الشبكة أو يدخلوه جوه الشبكة، ففي عمل غير مرئي بيحصل، في ملائكة بتشتغل عشان يلموا السمك في داخل الشباك. فده الجزء السمائي بقى اللي في القداس، ان احنا نفتكر القديسين وعملهم معانا وشفاعتهم وبنحس بيهم. يمكن بطرس ما حسش قد حاجه معجزه وخلاص، او لما لمى الشبكه من المركب ده في انجيل باكر وجات له سمكه، ربنا بعت ملاك لم له سمكه والملاك وحط في السين دول استارد حطهم في جوه بق السمكه، ولما بطرس لمى الصنارة لقطت السمكة ديت. فطبعا ده معناها يعني حضور الملائكة وعمل الملائكة عمل القوات السمائية. فهنا دي طبعا ايه، دي حتة مهمة جدا للرب يعني. فعشان كده كان مهم قوي قوي الفرح بعمل الله وسط القديسين اللي سبقونا واللي هم بيصلوا لنا وبيشفعوا لينا.
وبنقول اذكر يا رب، يعني زي المرأة اللي سكبت الطيب، المسيح قال ده نذكر محبتها. فبنذكر بقى القديسين معانا. طبعا يمكن بطرس ما قدرش يذكر القوات السمائية، لكن احنا فاهمين بقى ايه المعنى دلوقتي، ان حضور ربنا في المركب لما السمك وجابه بملائكته، وهنا بشفاعة القديسين برضو اللي هم بيشفعوا لينا ونذكرهم، والمنتقلين اللي احنا لينا علاقة معاهم هم بيفتكرونا واحنا بنفتكرهم. ده الجزء بتاع الوحدة على جزئين، الحياة العملية، الحياة العادية، أو الحياة السمائية. بعد كده في بقى السجود. إن السجود بقى برضو نقول فين السجود في الإنجيل، الإنجيل بتاع النهاردة إنجيل الحد. هو واضح أوي إن راح بطرس أول ما شاف السمك الكتير راح ساجد، سجد. فده تعبير عن انبهاره، وان هو يعني مذهول من عمل الله. ده أول جزء في السجود. فإحنا في السجود بنسجد لربنا ان هو جه بذاته وحضوره وأتى إلينا عن مسبح. بنبقى منبهرين من عمل الله، فمش قادرين زي ما القديس يوحنا سبق قال ركبتاي لا تحتملان إعلان الحب الإلهي ده، فأروح خاضع على طول في السجود. الجزء الثاني من السجود قال أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. يعني أنا ما استحقش، أنا إيه ابتدى يبص لنفسه. وهنا مش بيبص لنفسه بيأس زي ما كان على المية ماشي وبعدين ابتدى يغرق، لا بيبص لنفسه إن هو مش مستحق النعمة العظيمة دي. يعني نقدر نمثلها، هو ماشي على المية بعد ما المسيح شاله مشي بيه تاني على المية، بقى يقول أنا مش مستحق النعمة دي إن أنا أمشي على المية مع المسيح. فأنا برضو مش مستحق يا رب إن أنا تدخل سفينتي، ومش مستحق إن أنت تديني ذاتك، مش مستحق. مبهور طبعا، لكن في نفس الوقت أنا ما أنا يا ربي عشان أخذ الحاجات دي كلها والعطايا دي كلها. فيها حتة اخضاع حلوة وانبهار بعمل الله. يبقى ده السجود. بعد كده أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطي. طبعا هنا بقى رجل خاطي دي بقى معناها إيه؟ إنه الاعتراف بالخطية. وده طبعا واضح قوي ان كل ما راح قداس بنعترف بخطايانا وناخد حل من الكاهن بالروح القدس بقوه الصليب. يعني زي ما قال عن بكراس الحقيقه المتنيح، تعبير جميل قوي، قال التحليل ده الصليب، قوه الصليب. انت بتعيش في قوه الصليب بالتحليل بتاع الكاهن ده بفعل الصليب. انت عايش بفعل الصليب. هنا طبعا ده ايه؟ ده هو التحليل ايه الجميل اللي هو بنقوله في القداس الالهي بناخده. وبيتكرر التحليل ده قبل التناول على طول، بيبقى فيه تحليل بيقوله الكاهن عشان الغفران الشفاء قبل التناول على طول على طول مباشرة. فحاللنا بيقول في الآخر حاللنا وحال سائر شعبك. إذن هنا ده إيه النوع من أنا رجل خاطي. بنشعر بقى بعمل الله زي بطرس كده تمام، بس في المجسم جدا حضور المسيح على المسبح. دي طبعا بيصحبها حاجة في الكنيسة. احنا قلنا عن السجود وقلنا عن انصت قبل كده بخوف الله، ننصت. وفي بقى مرحلة كمان اهي، مرحلة ايه؟
انحناء. دي بقى انحناء. بطرس قال له أنا رجل خاطي، سجد وقبليها ممكن انحنى أو بعديها انحنى. فهنا فيه بقى مرد في القداس مهم قوي، يعني يعبر عن التوبة، احنوا رؤوسكم أمام الله. يا سلام، يعني احنا بقى يا ربي ايه مش قادرين نرفع عينينا لفوق زي العشار كده، اللي هو قال لم يكسر أن يرفع عينيه إلى فوق. شوف القداس وشوف احنا مع بطرس ازاي، مش بس بطرس، لقاء سيد السمك ده للقاء، شوف ازاي ارتبط بالقداس. طبعا بعد كده الوحدة حقيقية، ان احنا بناخد بيقسم ابونا القسمة، وبنبقى كلنا بناخد من الجسد واحد كأعضاء مختلفة. فده اللي حصل بقى، ان لما المسيح قال له خرج بقى من مركب بطرس ودخل الى قلبه، هذا احنا التناول اهو، دخل الى قلب بطرس وبعدين قال له من الان تكون صياد الناس. يبقى الايمان بتاعك بقى ده يا بطرس، او حط اسمك، حط شخص، يعني كل واحد فينا هيمتد للاخرين ويوصل ان هو زي ما حصل معاك واصطدتك يا بطرس روحيا من خلال صيد السمك، انا هصطادك، هصطاد بيك او انت فيا وانا فيك، عشان نبقى صياد للناس، الناس عشان يذوقوا حلاوه الحياه المقدسه، حياه الايمان وحياه الخلاص اللي انت بتدقها وحدقها. صياد للناس بقى في الوقت ده بقى ينتهي القداس بالتسبيح والفرح والتهليل بقى، ان كل امنيات بطرس ومعانا كل امنياته تحققت، مش بس بصيد السمك والملء السفينتين، لا ده بصيد نفوس كثيره جدا تعود الى الرب. فيقول نقول سبحوا الله في جميع قدسيه، سبحوا مجدوا هللوا لي، نبقى فرحانين جدا بالخلاص اللي شمل الكل. وقصة بطرس بقت قصة حياتنا اللي بيها نفرح، ولا ينزع أحد فرحنا منا، ويفرح وفرحنا يزداد بالثمار أخرى أو صيد آخر كل يوم في الكنيسة إلى يومنا هذا. نعيش في الحتة دي. إذن هنا النهاردة يعني حبينا نعمل الرابطة كونكشن يعني ما بين القداس وبين القرايات في مثل عملي، عشان نعيشه ونفرح به ويتمجد الرب في حياتنا. بركة الكنيسة اللي زي ما قال برضو الأباء، كل حتى الأباء المعاصرين كلهم، إن الكنيسة دي مستودع عمل الروح القدس من المسيح والقداس، ده قوة الكنيسة. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.